إلهي علمك ما بابي لكن وحكوب بابي يا بود علماء يا لا يا لا أفسنا يا علماء دمانا يسوع لأن علمك بيلا دمانا يان وحصوا هذا يا مركا جهلو سيد حديث كوران شجنة بخاري بكويا لحصايو جهلا صوا هذا يسوع علماء يا صالحين تتجيو لأن ذلك الجهلة ذا علماء أنا علماء إسكو الشاقة أي عددك أفضوانا يو اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وخلفنا خيرا منها نبي نصوبا عليه الصلاة والسلام وحو يري يذهب الصالحون الأول فالأول شخص ما نحدق الله هو نحريسو وحان جوغنا زاويدي سيبينو جوغنا dadka wanaagsan inay tagayaan oo dadka xun xun harayaan bu nabiga inoo sheegay alayhi salatu wasalam zaman aakhirka markii la gaaro dad xutaala inay harayaan oo dadka wanaagsan oo dhan la qibloonayo sidoo kale xadiith uu warinayo sayidina caamu abdullah ibn camar ibn aas ayaa wuxuu yiri nabigana alayhi salatu wasalam dadka ilaahay cilmiga ما بابي لكن وحكوب بابي يا بود علماء يا لا يا لا أفسنا يا علماء دمانا يسوع لأن علمي جيب يلا دمانا يان وحصوا هذا يا مركا جهلو سيد حديث كوران شجنة بخاري بكويا لحصايو جهلا صوا هذا يسوع علماء يا صالحين تتجيو لأن ذلك الجهلة ذا علماء أنا علماء إسكو الشاقة أي عددك أفضوانا يو si cilmi la'aan ay u fadwoonayaan dadkiibay dhuminayaan dadkina uu ku dhumayaa uu nabiga kaleey salaatu wasalaam culimada saalixiinta ee waaweyn baa dhimanayo oo geeriyoonayo oo tagayo dana dad magac culimo wata ayaa soo harayo dadka ayaa dadkii u fadwoonayo si aan sharciga waafaqsanayn markaas ay dadku saa ku dhumayaan uu nabiga kaleey salaatu wasalaam aakhir zamanka hadii la gaaro saalixiinta waa wanaagsan in inay tagayaan oo geerida u badanaysa ayuu nabiga noo sheegay kaleey salaatu wasalaam وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وخلفنا لنا خيرا منها أصور قولة شانقا الدنيا ذا عصرقا وكما مولو أبقى دهب بلاس نور المال ميت كاقا مالية ديد هدك لسو دقاب ستوري بلاي ستور أبقى دهب بلاس